إطار سعيها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة أبنائها من خطر الإصابة بالفيروس، قامت الدولة المصرية بتوفير اللقاحات للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. نتابع معكم حملة تطعيم الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة الجيزة. أنا قدمت رسالة بنتي قدمتها لي الخميس، جالي الرد امبارح على إني أجي النهاردة أخد تطعيم. جات لي رسالة توجه لاتخذ اللقاح. سجلت عندنا في جزيرة الدهب في التأمين الصحي هناك وادوني رقم، وبعدين قالوا لي يبعتوا لك رسالة. على النت واحنا طلبناهم هنا، قالوا لي تعال النهارده عشان التطعيم والحاجة. انا واحد من الناس من اللي قدمت اول ما فتحوا تجريبيا اول مرة. كتير جدا 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 متشككين، لكن الواقع والحقيقة انا عايش فيه دلوقتي. أنا كنت في عيادة التأمين الصحي بتاعت عيادة ناصر، فلقيت ورقة متعلقة على اللقاح فسجلت بياناتي هناك. لقيت في مكتب في التأمين الصحي عندي بيسجل تبع وزارة الصحة، وقال لي من أسبوعين لثلاثة فسجلت. فوجئت تاني يوم الجمعة بيقولوا لي تعالى معادك يوم الحد، وجيت فعلا تلقيت التطعيم وانا مش قلقان من اي حاجه، تطعيم زي تطعيم البرد والانفلونزا واي حاجه يعني. سلمتهم الرساله وبعد كده سجلت مع الدكتوره، وبعد كده رحت اخذت اللقاح. سجلت بياناتي دخلت على الدكتوره، الدكتوره برضك شافت الامراض اللي عندي والحاجات اللي عندي. دخلت للدكتوره قبل ما اخد المصل، قعدت معايا فهمتني كل كبيره وصغيره وريحتني لاني كنت متخوف. بسمع بقى انها غيبوبه وسخونيه ما اعرفش. انا جيت انا زي الفل اهو، واخده بقالي تلت ساعه والحمد لله مفيش اي حاجه. قابلوني مقابله كويسه وكله يعني كفايه كل الراحه يعني، وخدتني بالراحه وكل الكلام سالته وكويسه والحمد لله، وادتني الحقنه وكل حاجه. دخلت استحراره وبعد كده دخلت على التسجيل، شاف الورق بتاعي، بعد كده على طول دخلت خدت التطعيم، قعدت 10 دقايق لغايه ما الكارت طلع وخرجت. قالت لي تقعد تلت ساعه بعد اللقاء عشان نطمن عليك. كل واحد هياخد دوره حسب السن وحسب اللي عنده. انا دلوقتي قدام الفرصه للطعم، واديني جيت وطعموني والحمد لله. هم بقى هيبعتوا رساله تاني عشان اجي اخد اللقاح التاني. يا ريت الكل يجي ويلتزم وياخد تطعيمه، بس على الاقل يحمي نفسه ويحمي اسرته. وبيقولوا هنتابعك في خلال العشر أيام دولت الأولين عشان لو حصل لك أي حاجة اتصل بينا. والله هو واجب على الدولة وفرحة في قلبي. الدولة واقفة في ظهرنا، بس إحنا نعين الدولة. الله يكرم الرئيس السيسي، الله يكرمه الرئيس، ربنا يبارك له ويديله الصحة ويقويه ويعينه على كل حاجة. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه. الراجل يعني بصراحة ده شغال شغله في كل حاجة، وخايف علينا وخايف على صحتنا. إن شاء الله ربنا ييسر له أموره بإذن الرحمن ويثبت خطاه ويجعل مصر في خير ونعمة على إيده. ده ربنا يكرمه آخر كرم.